مشاهدينا الاعزاء عبر قناة الريان من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا السباق المؤسس طيب الله ثراه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق الشوط السابع الخاص للابكار اللي جاي شعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نسير مع البداية نتابع اول المراكز اول التحديات، وعلى المركز الاول شعار هجنة الشحانية يتقدم في هذه اللحظات مع الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني برلين لهجنة الرياسة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، والظافر علي بن جميل الوهيبي من يتابعها في عملية التضمير، بينما المركز الثالث سهم لهجنة الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، غير في هذه اللحظات الى اول المراكز. المركز الرابع شيفة لهجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي من يتابعها في هذا التحدي على رابع المراكز. المركز الخامس من الجانب الاخر نتابع المعلنة لهذا التحدي، ازدحام لهجنة العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من يتابعها في عملية التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء للخمس المراكز الاولى، الفايف ستار على الصدارة. نعود الى البيج ستار في هذا التحدي، تنطلق سهم كسام على الصدارة، تنطلق لهجنة الشحانية بمتابعة عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني تتقدم في نقو لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. الذهبي يتواجد مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث برلين لهجنة الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والظافر علي بن جميل الوهيبي من يتابعها في هذا الانطلاق على ثالث المراكز. المركز الرابع شيفة لهجنة العاصفة بمتابعة غياث الهلالي على رابع المراكز، يتقدم محشيفة، بينما المركز الخامس ازدحام لهجنة العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء للخمس المراكز الاولى. هناك اسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الاذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الاولى. نعود الى البداية، نعود الى المركز الاول، سهم لا زالت على الصدارة، سهم تنطلق مشاهدينا الاعزاء بمقدمة هذا الشوط بالشعار الأدعم المدعم دائما بالسبق وبالأصايل. هنا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ياتي محسام على أول المراكز. المركز الثاني تتقدم فيه مشاهدي الأعزاء نقو لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري على ثاني المراكز. المركز الثالث شيفة لهجنة العاصفة بمتابعة غياث الهلالي ينطلق مع ثالث المراكز. المركز الرابع القادمة في هذا التحدي الشامخة، أول إذاعة للشامخة لهجنة الشحانية بمتابعة المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، هنا المشاغب قادم مع رابع المراكز. المركز الخامس، خامس الأسماء وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، نتابع ازدحام الهجنة العاصفة، ولكن الدخول من قبل شعاع لهجنة الشحانية بمتابعة عملاق المضمرين سلطان محمد بن سالم الوهيبي. ولكن نعود إلى البداية، يا سلام يا المقدمة، يا سلام، نقو على الصدارة، نقو على المركز الأول. تنطلق في مقدمة هذا الشوط لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري الذي دائما يعشق المراكز الأولى، مع كيلو ونصف الكيلو مشاهدينا الأعزاء عن خط النهاية. نتابع المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات، والتقدم مشاهدينا الأعزاء من قبل نتابع المعلنة لهذا التحدي، شعار هجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم سهم في المركز الثاني، بينما ثالث المراكز. المركز الثالث الشامخة لهجنة الشحانية مع المضمر والمتابع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء أول إذاعة للقادمة في هذا التحدي. رمازة لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي يقدم
رزامة مع المركز الرابع، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الشامخة. الشامخة تريد أن تشمخ في هذا الشوط. يا سلام يا الشامخة، الشامخة تنطلق لهجنة شحنية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله. العطية يقدم هذا الاسم الجميل، يقدم الشامخة مع أجواء الكيلومتر الأخير. يا سلام يا سلام يا الشامخة، هذه الشامخة بطلة كاس الخليج في ميدان الوثبة. يا سلام يا الشامخة، حيوا الشامخة، حيوها، حيوها على هذا الأداء الجميل مع المشاغب محمد بن خالد العطية صاحبة الكاس، كاس الخليج في هذا العام في ميدان الوثبة. هذه مشاهدين الأعزاء، الشامخة تنطلق بدون أي تعليمات، العصف الإبطان بدون أي أوامر ولا شبه تعليمات. يا سلام يا سلام يا الشامخة، بطلة الكاس، بطلة النواميس، بطلة أيضا هذا الانطلاق المميز. تهانينا تهانينا والناموس لهجنة الشحنية، والتهاني إلى المشاغب محمد بن خالد العطية بدون أي أوامر ولا تعليمات. تهانينا لك المشاغب على هذا الأداء الجميل مع الشامخة وشمخة الشامخة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجنة الشحنية، المركز الثاني وصلت فيه رزامة لهجنة الشحنية، المركز الثالث كان الوصول من قبل وعد لهجنة العاصفة، المركز الرابع شيفة لهجن العاصفة، المركز الخامس كان الوصول من نقو لهجن الشحانية. تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء لهجن الشحانية على فوز الشامخة، ونهني المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، هذه الشامخة صاحبة الكاس في بطولة الخليج في ميدان الوثبة، تكرر الإنجاز تلو الإنجاز. سلام للشحنية، سلام على هذا الأداء الجميل والتوقيت الزمني، لحظات وصول الشامخة إلى خط النهاية بتوقيت وقدره 7 دقائق 23 ثانية، وجزئين من الثانية هو توقيت الشامخة الفائزة في هذا الشوط بدون أي أوامر ولا تعليمات. تهانينا والناموس للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، المركز الثاني وصلت في مشاهدي الأعزاء رزامة الهجنة الشحنية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والتوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء ساعة وصول رزامة إلى خط النهاية محتلها المركز الثاني 7 دقائق 28 ثانية، 4 أجزاء من الثانية هو توقيت رزامة. نهني العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، المركز الثالث وصلت في وعد لهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. والتوقيت الزمني 7 دقائق 33 ثانية وجزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تتواصل مشاهدين الأعزاء تحديات وانطلاقات أشواط هذا المساء مع الشوط الثامن.